السلام عليكم ورحمة الله. أثار الخبر المتداول عن احتمال سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ذعر الكثير من الناس، خصوصا عندما ادعى البعض أنه سقط في دولة الهند. يتداول مستخدم التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشره أنه لحظة سقوط الصاروخ الصيني من فئة لونج مارش 5 بي في دولة الهند. الفيديو المنتشر الذي يدعى ناشره أنه لسقوط الصاروخ الصيني في الهند يظهر سقوط صاروخ تجريبي تابع لشركة سبايس إكس الأمريكية، وهو الأمر الذي حدث في شهر فبراير الماضي، حيث يبدو في الفيديو عدد من الأشخاص على شاطئ وهم يراقبون السماء، وبعد لحظات يسقط جسم من السماء وينفجر لحظات اصطدامه بالأرض. أتى ذلك في إشارة إلى صاروخ لونج مارش 5 بي الذي أطلقته الصين بواسطة وحدة تيانهي، وهي أول مكونات ثلاثة لمحطتها الفضائية CSS في مدار الأرض. وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض تعود للهبوط في مكان محدد مسبقا أو تحترق وتتفتت في غلاف الأرض، ولكن ما حدث مع الصاروخ الصيني هو أنه خرج عن السيطرة ويدور حاليا في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان أو زمان سقوط حطامه نحو الأرض حتى إعداد هذا التقرير. وبحسب علماء الفضاء والمؤسسات المتخصصة من المحتمل أن يسقط الحطام على منطقة مهولة، لكن الاحتمال أكبر أن يسقط في مكان غير مهول كالمحيطات التي تغطي أكثر من ثلثي الأرض، كما أن جزءا كبيرا من الحطام يحترق في الغلاف الجوي ولا تصل إلا بعض القطع إلى الأرض. جدير بالذكر أن الفيديو المتداول منتشر منذ أشهر ولا علاقة له بالصور الصيني، وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أظهر البحث أنه منشور في شهر فبراير الماضي مع تاريخ يشير إلى أنه يظهر في تحطم صاروخ تابع لشركة سبايس إكس الأمريكية.